بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وحين فرقاً كب الله بينا كلمه أن أقوم بعد الري تحذير الفقهاء من تفريط السفهاء في الأسماء والأحكام. علماء المسلمين تاء سدى أي أقدين حد قذبك قصة ميان نطق أقوان تياري مسألة قصة أبساً أسماء دي أحكامت كلمة دا وحاكيني إنا نسكو دينو إنا كلمة دا قبنو ونرجين إياني حلقات إيا فردية دورة قادتو شانت سنة قدام بيسي مسألة داني قرآن الله وان كسميني مقالات بانو كسميني كتب الرسائل بانو كألفني ميرها براها بلشيدة وحلقو قورو سيدة تويتر كي تلقرام كو حبان كو قرع عربية مركا بلشيدي صوماليات افكان ان هتكو هالله يتقاني اما كو هالله سيبا وحبطان عبشا كيمت او ان ايسان مسائل كقاركود وعدانين اما ايسان فهمين با موقتي تازا وحي كنتي اما وعضي ان حقوق لحاب قادو مسألة دا اصل كدان لموجيو خطرتا كجرتا دي لغو خلدمانا الا افتيميو dadkaas wax ka qulban yahayna wixii loo sii karo loo soo ujeedadu waa inta marka laba fasal bay kelimadu ka koobnaan doonta waaxda koobadii waxay ku saabsanaan doonta insha Allah ta'ala islaamka iyo qofka wuxuu muslim ku noqdo islaamku waxa lagu soo galo asalka ah waaxda labaadna waxa islaamka lagaga baxo iyo ruuxu goormo islaamka ka baxaya maxaa loo shartiya waa waaxda labaad فصل كمرك كوبات بين كهرين دون إن شاء الله تعالى وسيدا وحين كور مرينا محال لقوة دا الأسماء والأحكام علماء المسلمين تو هو شاوي شرحين شاو الإسلام متيمية أيضا كهالي ابن القيم با كهالي علماء كتب المقالات هي مذاهب الناس كهذا الشه هي شرحية أيونا كهالي ابن رجب با كهالي الأسماء والأحكام محال لقوة دا روح ابن آدم كه مقع أدونك وقاضنية دينية كدين أهان كشرعي أهان محو إسلامك كورنية أدونك أنت تجوكتو مقع عيد لذا محل لقوي لهذا مقع الدينية لقماها الله مقعه يدا يا باكو بحية محمد عثماني علي جدي جامعها وحلقها الله يا دينتو مرك أنت لقاه له أما فلك أطفم يسو دينت الشريعة إسلامك محيكو تقانا محل قورنية الأسماء ساسا لغوضة سيدا مسلم مؤمن كافر فاسق مبتدع يوحي لها المال يوحي لها المال يا منافق مركا أسماء داسا وحلو يغانا الأسماء مقع روح الله سينا يوم مسلم مؤمن فاسق مبتدع منافق كافر مقع ياسا وحلو جدا الأسماء اللي يدا أحكامتنا وحال لغوضة تدك مقع يدا شريعة وأي شيء سي أي تلم ومسلم ومؤمن وكافر ومنافق ومبتدع وفاسق تذكر أي شرعة مقعدة سيسي فلا يسمين أوقنا مقع اللوسي تذكر حكم كوذ محوية الدون هدين لشوق محاو حكمة آخرها دي جوانا محاو حكمة الأسماء والأحكام سداسة لقوضة مسألة الأسماء والأحكام ومقعدة الدينيد أي تذكر قادنا أيان ما كيف فعلك قاركوت سمية iyo dadkii faalka sameeyay magacyada la siiyay adduunka haday joogan maxaa u xukum ah akhra haday tagaan maxaa u xukum ah mas'aladaas marka waxa la yahay mas'alatu al-asma wal ahkam laga wada sadarteed taifo walba meel bay marka aaday mu'tazilo meel bay aaday al-asma wal ahkam ay ku bariiqdeen burjado sidoo kale taifo jahmiyadi ay taifo مسألة على الأسماء والأحكام قوانا خلدن يكوا صحن بواك قاتن وحن كاهين أهل السنة والجماعة صادرتيد شيخ الإسلام ابن تيمية وحول هذا مركة مسائل الأسماء والأحكام مركو كهلا يتكفيرك يتفسيق يتبديع وحكمتها مسائلك وحكمتها على الأسماء والأحكام وأنا أسماء ذا إيو مقعيدا اللقو حرو وعدك يبوها وعيدك يقودك نار لغو وارو إن لغو وارين حريرين يقوين حولات يو موالات يو معادات دل يدين يوحي لها المانا
وأنا مسألة أبا هنول بائرو إسكه بصداء وإسك حقيقي شاول الإسلام ابن تيمية المقيم الرجل حيل هذا خلاف كأه الرئي المسلمين تكرح دعاء الديني خلاف كسياسية أيضا بيو خلاف كأه الرئي المسلمين تكرح دعاء الدين كله كله وحوقها خلاف كي كيمت أما كرح دعاي أما قصة بسنا مسألة هذا إنه قال لنا على اسمه والحكام أيضا قبل الوضي خلاف كأه الرئي لما تشيره وحق الدين تام حي لي وحال سو خلافي روح ابن ادم كاي معصيه سميه مع حكمه روح ابن ادم او مسلم ايام معصيه كدعي كبير من الكبائر روح مغعيش مغعي هدو ادون جوغي هدي اخر او جوغبا مع حكمه هدا هلكاس خوارج وحي ده روح معصيه كدعه ادونك وا كافر مغعيش وا كافر ومشرك وقال آخرنا نربك واري أدون كان وإلا الدلو هدو سنتوبت كينين إذن مقع نويسية حكم نويسين آخرية أدون بخوسية وعصاة الموحدين هي أهل الكبائر ودنقوا آن كاسي كاقاتين كفارتي كدرين مقع كافر بيسيين حكم كافر نويسين دلي الدين با حق آخرنا نربك واري وحاكه ارتميد كوري يميد او نمان كاسي خلافي مرجو مرجو وحيد ان صاحب الكبير ان انك الدنب كدعا الدنب وين لي كدعا وحاوي ومؤمن كامل الايمان ومؤمن كامل الايمان ايمان كيس واحد او عقاري ومتر ولا ما يستريا مرجي هذا مركا وعدي اللي هذا هي خوارجته وعيديته قاميه نقول بحكو ان تراري او كخل ضمي قيبتي اهيد نينا وعيد كي جود جبا لفوا قاضي نينا يبوه هي وناجي تذكى أهل الإيمان كالله يبوه هاي بلفوا قاضي وكو أن ترى وين خل دمين مدول برا خلط وحكس وقلي إسلام كي إيمان ك يي وعيدي وخوارج يمزل وحيد هذه وشيء واحدة وحقيقة واحدة أن قيب سمي كريم نينكي وحيسكر دمان إيمان كي سي إسلام كي صدع وعير وقارو إيمان كردن واتري هل كاسي مركو عيدي دا دي وحيد إيمانك وهل شيء إسلامك وهل شيء من نقصامه هدون نقصام الروح وقال وكبح وشيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله حقيقة واحدة كسوق هذا المركة إسلامك يا إيمانك يا وارك هدوح إسكرمه وحيدين وواود التغي وحكى صهاري من مجره وحيكون مثاليين مقع الطبان ليلة أما تريد الطبان ليلة طبعا وحيد ان هذا هل كقادو واسقال ما عواس بدلي طبعا ما جرتو وحقيقه واحده مركبه من اشياء لكن تركيب كيو وحيد ان تركيب العشره لا تركيب الشجره اذا طبعا ما هو اللواي تراهن واللواي تياهن واللواي مقعهن واللواي روح مسلم كا يدن بوين كدعي حيث الإسلام هو كبحي وكافر الدون كآخرنا ومخلط في النار معي الإسلام هو هل شيء إيمان هو هل شيء اسم الدمو الضين نقصان يكوت ما تروح وقالوا بي مرجع وحيد هنا أيوه إسلام هو هل شيء واسح هدو سقنا دانا ما من نقصان ما سق هدي بركيل لها كل جبال لها وشيء واحد إذا ثبت بعضه ثبت كله عكس جن منك وي وشيء واحدة قيب كم إذا هدي الله له كل جوال له عليه أصل الإيمان هدي الله عليه وعدم يستنى الروح مع سيادة أولي مدنا وحب إيمان كسيال ما يسوء هو مؤمن كامل الإيمان أيون القاسكو أن ترين أهل السنة والجماعة يعد الله الماشي وحد إيمانك وحقيقة مركبة من أجزاء تركيب الشجرة سيدة جيدكو كالي جيدكو وين ترد بولي هاي حددوا لي هرلك أن ترى صدق قلا لد بولي هاي رمع بولي هاي لام بولي هاي عليم بولي هاي جيت كاسي هذه لان لقى جوي ولي مقع جيت كوتشوا لان كلا لقى جوي ولي مقع جيت مقع جيت كواتشرا وحال لقى جوي قيب تقرأ بالله تشري ولي واتشوا رح برتن كان من شهر لقى جلي ولا كلا تشري ولي جيت كواتشوا رمع وينت بالله تشري ولي حددته يحاتا عن جيت كسلكيس مركب حيد إيمانك وحقيقك كوبا انت شو الشيء انت زعيسا
ميت كميدة هدي اللواينة كان لواينة وان شرط لصحة الإيمان أصان أهين ولمقع واجرية يوجد تفسير عليين وحقيقة مركبة من أجزاء أجزاء لكن كلا الدوان قيبها إيا قبل الله إيمانك ككوبان ياهي ويكلا الدوانيين قيبها ضي تكتو إيمانك ولي وكوتوغ يا صغر داو عقار قيبنا ضي تكتو إيمانك وكوتو صغر داو أوسان قارن داو عاصو ذمي كينا يا اللوجه ده سيدة صنان كقار كوديو هدير لغتاو قيبنا وحاوي هدير لوايو إيمانك دنبا الدمية سيدونا ما نقوتي حقيقة إيمانك إيكا كوبان أجزادو تركيبك إيكا كوبان طي واشيدة شجرة وكالي قيب كم ده دي لواي ولا مقع واجوغي حقيقة دي باجوغي سايدو نقصان سن أما داوع وقاري وحاد من كرا إيمانك أوجيت كردن باب إن كرا كفري يشرك يوحي الله المال أما عمل واجب وفرض وشريعات كتقيس أي كدكتي إيمانك ولا كتقيس سيدة صلاة ولا كتبوك عليه قاب كاسا مركا هوش أي أسعون إساء الله كالبحا هيا مهم الدوام معي الأسماء والأحكام مصطلحة سيوحا لغا وضا آدموه فالك السمريان دين تقيم إيسي مقعيدا لغا سيني إيو مقعيدا سي حكم كحران أما الدين أما الدين أما النار لغو وراء أما لغو وارين يأيكو صاب سنتاي الأسماء والأحكام ساسا اللوجد مركان مرنا مباحثة الإيمان والكفر أما أنمر إنه الإيمان والإسلام أما أنمر إنه التوحيد والشرك مرك الله مر يو مباحث تقصها بس إلهي سبحانه وتعالى الأسماء والأحكام مصطلح كلا لقمة عابة أو صفات تلمامها إلهي تلمامها إلهي مرك الله جاه الله يو وأهل سنه إنت الله الماشاء أي لدو ذي معتزلة ذا أي أوحال إذا معتزلة وحي سوغان الأسماء والأحكام وحين إلهي كد أديدان كدر تران الصفات إلهي سبحانه وتعالى وحاليه ذهي وعليم وعقال بضاني صفة العلم نوليه ويعلم مركز صفة العلم أهيد صفة لها مزدر بوحات رضانبا مرعي صفة كدر لنا يلغى اشتقاقه لغى نمشينا وعليم صفة شقين تشقين يسيها الدي وحلوغان إذا ما دوحوغان يسنا ويعلموا أنا وحالي هذا حكم إلهي علم وليه وأنا أقوم بضن علم بأنا كقومي وأنو أقيا وحطمين يسو إلهي وعليم وله وأنا ذو علم وله صفة العلم ويعلم ما تفعل يعلم أي وحالي هذا حكم مقعن عليمنا اسم لهذا الأسماء والأحكام مركا قاركوت مكلمة بمباحث الصفات كلما رأينا قاب كاسا ليادا وإلهي صفات كيسا صفات كمستري كصفة لورنا يو علمي قا أما الرحمة وكلا فعل كي يفعاشنا حورنا يسوى أحكام أسماء دي اسم الفاعل كأهيد أما مبالغة أهيدنا وحورنا يسوى والأسماء والأسماء والأورنا يسوى مركا المراد بالأسماء والأحكام مرك في باب الصفات الله لما رأى يصاص على جوده مرك لما رأى الأسماء ولما رأى الإيمان والكفر الأسماء والأحكام محل جوده ما قاعدة تتكلم سنين مخلوقاتك هي أحكام تدونك أيكو قاضنية صدرت سردو أيهو إلهي سبحانه وتعالى وحيله وعليم وحيله ويعلم لكن حديدين العلم العلم له وما أقول صفة العلم إنكر يا الضفيرية وعين كليه إله وعليم لذاته لذاته لا لصفة قائمة به لذاته إله علم أوليه وعليم إياه لكن صفة معنوية وإله خق ميسا وأسماء لغي دنبالي ولغي اشتقاقاني ما شرطي تغيي مركز أزرت بحالي النفات والصفات نفات والصفات بالو يا ليدا والإلزامي هذا معنى الصفات إلهي كقاد أوديت سيد مقع مشتق أوكينيسا مشتق منه أوديديس سيد إلهي أولى تاي وقرنا يا وحلبنا وأوجي هاي أضو أوديدي علمي وقالك أوديدي أيوة لكن تلبس بس ما يانو
magacan caliima asmaadan caliim iyo samiic iyo basiir oo kale waxay ku leeyihiin waa sifaat sifaat bay ku dhihi waa asmaa bay ku dhihi wuxuu dhan baa u ah al asmaa wa sifaat intaas oo ah al ilm iyo sam' wal basar waa inkirayaan oo sifadi meesha la isku yimid dadka xusi waxa weeye hadaad maqasho al asmaa wal ahkaam laba baab baa lagu idlaaqaa baabna waa marka al iimaan wal kufr marayso baabna waa markaad marayso fi صفات الله سبحانه وتعالى حنقد بين غضب لبعض وأه أهل قبله وحي كإجماعين إيمانك إنه لأحكام الدونك هي أحكام آخر أهل قبله نوحي إسلام كم حبصدة إسلام شيكتة أما إسلام ربا هنقدين أما كم حبصدين وحي يسكر راعين من رئيسا كقبين إيمانك إنه لي أحكام دنيوية ودونك خصيصا سيدا روحا ليجيسي نفتيسا إلا دورو الله إلاليو إيا مال كيسا إيا عرض كيسا أما الله بنايستو وحيو كل إيمان كلية أحكام أخروية وآخر خصيصا سيدا إن لغا بدبادو أو إيه نار إن لغوار لغا بدبادو وحيو كل إسكو وافقين إن كفر قولية أصونا أحكام أدونك يمد آخر أحكام تأدونك وحكم كفر قولية هاي مالك هذه النفط هذه عرضك هذه اللي بنا يستو مدى آخرنا وحكا مدى إنا النار كوارتو صادر تيت أحكام تأيادة هاي دي إيمان كاللوحر هاي كفر كاللوحر هاي باوباهان إن لا إسلا فهمو أو لا إسلا دران ديريو فصل كمرك أهر رأي يعني دين شيء عن كهر رأي لابد إبا مرك النا يستغدان مانتا مسلمين ناي أما عصرنا أنه الله مرك مسألة لقاها الله أيو مسلمك الله الله يلا وقضية سوبه تو قضية دكوبات قضية الحكم على الناس قضية الله بعدنا هذا كور ما دور كور الله هو منهج كمناسب ككوة مناسب ككوة إن مسلمين تنولش ودان خربا الدين كبال مرتي الشرع دي كفقاتي منهج أوه هبون قصود دبالي دي مسلمين تلقوا صوت دبالة وضد الرسول كي الدين تين دي بلقوا سعيلا وضد الله مريا وضد قدير الله مريا من هاتشين أقاضي إنا قاب كي أمناسب سنو أوناك سنو مسلمين تلقوا سعيلين كرا لقونا صوت دبالي كرا مسلمين تلقوا صوت لابتان دين تو دي وضد واناك سنيد من هاتش كاسي وا الله يسكو هيا أو لبضان باقتا هذا اللي كيوح نخو سي مهم كي أنا كهل إنما أنت وحاويا بالله إنه قضية الحكم على الناس ضدك محانو كحكم إنا محادتك نجا آدم بلشيدا إسلام كشيغان يسين ملايين تا بلايين تا إنسان يحم باله إن إسلام كم حابصان إن ربك يهي باله قاب كي الله حكم إنا محان نجا آدم لبا الضائفة مركز صوب بحد أن من غولات اللي يدادو وأن تراري وآدي آد دين تأبى المرفق هذا خوارج العصر نادان هو أنكم مقعاب وضبنا أنكم مقعابين وآه أنا جم يين ومد أنت كلو قالوا نينا أنا نو إسلام كقصة حني ومعكت توسيني مين أنت سكلي أنت وضك كلو قالوا نيو والبوش عارت إسلام كم موجستو أشهاتو توحيد سدو تكلو صوم وصلاة هذا أنا نو أنا إيمان ده بكوين وقال أما مركي أورك سيهين ويكتب وقفين وكتشوك سنيان قال أورن مايا مسلم أورن مايا لمن قاس مركا غولات بان ليلة لمن كان ميشاني مركا كو آفو بين وآه بماذا يصير المرء مسلما روح ابن آدم كم مسلم كن نقضى وفصل كأهري قيبت الضنبي أيهو نكو حيكو خرمين قضية الحكم على الناس وانمان أنجفات بحنه وأيهو روحي صوما أما صلاة أما تكذا أما أشهاته وأم مسلم قال لي ما بها كله فليه هذو انتو قال لي ما مخورتو وشركه كله فليه انت لقها بس ايكسو شيدان وهو مسلم وجاهل ومتأول ومعذور وحكا افقر ما ماتشيرو شريعة دي مركة لبدا قويس وي ايدي شريعة دي فرقان تا هاي دي حق يباد الكلساري سي الفرقان وشرعة احمد عليه الصلاة والسلام هدان وحلا كلسارين وحلا كلسوعين ضميرك عقل وادمانية شرعنا مجريز شرع وحي شرع كتاي إن ضوابط هذه قواعد الله إلاليه نقول بنا تلمان تسوقاته نقول بتارجدي سوقاته لمبر بلدك سوقاته لا كلبعه أيضا بنا كان لك الجوال لا معامله وحدين تمركا
أي أوجشها مركو حنقول مرة إن فصل كوبادة أها محب بن آدمكو أم الروح بن آدمكو أكون غدا مسلم روح بن آدمكو حن مسلم كون غنية أي مكلف كبالغ عاقل كأ إنه شهادتين كلي مات لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما وحلا معنى ولي مات ألفاظ شرط ما سيدا الراجحة ألفاظ إن سيدا لي مات شرط ما إن معنى هذا للي مات أوتل مثل مسلم باناي أوتل قنسنتو إن لقى أهله آمنت بالله ورسوله شاتينك إن لفظ قابك للي مات ويرد أما معنى للي مات شرع الوصول لها شرع عظمك مرة ذي سدا أو إذاق ذي كلاقات مشروه روح الله إيمان شهادتينك على وجه الإقرار النطق بالشهادتين على وجه الإقرار من مكلف بالغ عاقل أنت صروح بنادك مسلم كن قنية إن شهادتينك التي أضلت ما ضو أم وحلا معنا الله ما ضو أضو دورتي وعاقل وبالغ ونتشرها ضو سئات أغلاشا سي أغلاشا على وجه الإقرار وحالك أفيفونيا هذه شهاتين كأدو قد واقضو أدو روح جليا أما كحكا يوري حات الوداد بمانتو حورا سيدا إسدا حكاية ليا مركا ملغو إسلامي بس لغو إسلامي مهي ومسألة خلافية لكن النطق بالشهادتين على وجه الإقرار لا على وجه الحكاية هذا أقوى هذا شو أما معنيها معناها شهادتين وحلا مذا الله تماده هذا عاقل وبالغ ومختار وحوي المسلم إلى طيبة مسألة إجماعية مسألة إجماعية خلافنا كما تعلمون مذا يضع إنهم خلاف كثيرين وأن تلما من دونا وأن سوء قرون دون إجماعاتك حكم كقاب كاسا وحسكين هاي قاعدة هاي الشرع عضو وحي إطلاق ذو وإن سيدي سلوقاته ما أدلقه الشارع يؤخذ على إطلاقه ولا يقيد إلا بشرع قاعدة هيد بأسر وطاي شرع عضو وحي سيدي سيست أيسا دبر سيطا أيسا كحر سيدا سيطا لأنت أوي هاي أيسا أدبرين بالغو وضيا معنو محان كوضنا وحان كوضنا نين والبو لي ماد شهادتين كأو لي ماد أقلاش وچي كلي ماد أسوى عاقل وبالغ ومختار أولي ماد وأن حكمنا إنه مسلم يا إسلام كحكم جاه أما يهودي هن نقضان كوضنا أما النصراني هن نقضوا أما وثني هن نقضوا أما أسر كسبه يعني نقاني ما من نقان ملوك ما يهودي بأهنجري ما مجوس بأهنجري ما النصراني بأهنجري ما مشرك بأهنجري هؤلاء تعلم إطلاق كاسان كوضنا بعدما إن لقيبه ليداه هذا يهودي بسدا يداه مسلم الله حكومي ماهي لكن متك دب عابدك هادو يدا هادو شهادينك اللي ما الإسلام بالله حكومي ما يمتك مجوسيك ما يمتك سيخة ما يمتك بوديها إن آدميه لقيبيو شرع عدا إسلامك أي حكومي سي لغونا قيبيو طريق السوق لده شرع عدا إسلامك لسوق لي دينك لسوق لي وخطأ لما قيمين كرو شرع عدا حلوس جي بشر كنو دنبا هل وضي أتشي حذي الدين كقصو قلات هل الباب أفرطوا معي النطق بالشهادتين على وجه الإقرار إن يكون هلان وإلي ما دان شهادتين كأيغو وقلا شقاب كي أولا إيمانية أما شهادتين كو معنيه سوك على الإيماني الباب كان إنك إلي صوم مرودا وحان حكومة إنا إنو يهاي مسلم معناها اللو جدا سيدا سوي هذا دارك تدد قيبنية وعرنية كوح داسي هذا يلا تماضو وحي إسلام هو الوسو وقلي لقي يلماي كوح داسي هذا يلا تماضنا ولقي يلي ريهبل ولقي ريهبل لقي يلماي وخطأ بيكو جران وحين قيدين أو يدبرين وحس إلهي الرسول كيسي أيضا دبرين وشورنا أيضا كحرين شغل إسلام هذا الكيسي وحاكم إذا ما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده مر لبعض حوليه فلا يسوغ الخروج عن موجب العموم
عن موجب العموم عنف والإطلاق في الكتاب والسنة بالشبهات، ولا يصوغ الذم والعقوبة بالشبهات، ولا يصوغ جعل شيء حقا أو باطلا أو صوابا أو خطأ بالشبهات. مقصود كاسمر كانت فانتين بإلى تاي معناها أنه شيقني إيه طريقة هل طريق بالغسو قال إسلام كو إن الله تمادو شهادتينك أما وحلا معنا أو الله تمادو أو قلاشي يو ييلت يو أهغان سنقابك يو وچي أظن إيه إني جنسية دادة دين تادي هو رمحي أهد منا أن لفيرني حقيت كتيمت حقيت كسوجيدا قويسكيت تاي قبل كيت تاي لما إيه ديني أهان محاد أهان جبت الإسلام كهورنا لما إيه معناها سو قرآن كاتلمامي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا. أحاديث باب كتمت يا أسباب النزول كوي عدهاي أما تحية الإسلام أحد كاسيا لي ما تسبب النزول كأها إسلام الإسلام ك أما إسلام ك أما أشهاته سيدا نصوص بيع عديسي وإسكمت روحي أتكو أرقتان بالليلي أستان إسلام أما شهاتين كي واللي مادة هردي هنا مؤمن متهد مسلم متهد هردي هنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا محايا لي دات كي آيادو كسو دكت مجاهدين بين دولي أو ميلاي قالادو غالب كتهي جوغي ميلاي قالادو كتاليسي جوغي إذن روحات كواركتان أستان إسلام أما أشهاتا إيمانك لغا ما أنفيكر هدان لغا أنفيكر محلو سوغايا إسلام نمو محايا إلا وحو دحي إسلام نمو إيو قال لما مجرو خير لباد مجرو مؤمن متهيد مسلم متهيد مرده كرتان بل هدان مسلمين تهيد قاطع أمرك إي إلهي بيانك زي عدين تيس هدين تهان لود دوام وحكومة ويمعان لغا الله إيو روح الشهاتين كذين موجست قال لمن أيضاً كوغي أما علامة إسلام أتكو أرقتين إسلام وحكومة ابن عباس وآيات التعليقي وحوه تفسير كذا كان لعيلي حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله لست مؤمنا كما حرم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمه فلا ترد عليه قوله طبراني عفوا طبري إيه ابن أبي حاتم بسند جيد كسوصاري إلهي وحمسمين تكحرم أديدي روحي أشهاتي لا إله إلا الله يري إن لقى أنفيه لقى تقوره إسلامي رب مضوا كريبه وأديه أدايا ليك سويدا كحاران مالك سويدا كحاران وآمن إلهي بأمان سيي كل إحدى لقى وذابه وحايد أمراتك عاية أحاديث متواترة ضعيد حديثك عمر ابن عمر أنس أبو هريرة جابر معاذ بن جبل غير كود وحديث معناه إيوه حكمها بمتواتر الفاظ كتمت ويكدون تلك هل معنى توغني انه شهاتين روحي لي ما دين اسلام الله حكمه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذا دا وحيد ان الناس وحلو جدا مشركين وثنيين صح ما تفسير كاس لانه مركا تفسير قبقه ودغيس وحا لغا ربا ان اد اوغا شيكتو حديث كان حلو النبي وكره واقعه وكره الله ما هيد حلي جزية لا إلا واجب يلي وأهل الكتاب كإن جزية لقى قضاء شرط هاي هو إن تاريخ التشريع وين دقات سيد الراجحة الناس وعام تطور دموي نبي قال إنه تصدون عليه الصلاة والسلام يهودي النصارى إنه لا هاي لا إله إلا الله محمد رسول الله ديد هذان إسلام الله حكمه إن مرك الناس اللي دادوا الثانيين تبسوا ويوثبوا قارق كوار كيزان وخطأ نبقوا عممي مكلا قادن هذا الكواب باهي سيطري ضبرك كفوري مشرك يوثني مكلا قادن كتاب مكلا قادن دار كفري دار ودن مكلا قادن وحور وحالة يفري ضدك إن الله دقالمه إلى إلي ما دان شهادتينك وأنا حديث متواتر بمعناه عند أهل العلم وحاكم هذا حديث كي وانا صحيحك كوي ما داي ما بين سنن كوا كو مشغول ما منه حديث علي با كمده مالك النبي وخيبر وفرني وذكرنيسا علي بو ديبي رايدي وحوري انت هذا الحبه كريدن اما هذا سيفتا كاسلين غالدا يهودا يا كتابين تا دين تو غير
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مكال قادم أمرت أن أقاتل الناس كتران وأهل كتاب لما كال قادم كرمرك وذي قضي جدك اللي قصه وقال إسلام كمرك إنه كهال الله إنه كتابي إيا مشرك وثاني أن لك قادم وخطأ وإنه قالوا دونا فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله هذه أشهاتان يهود وأهل كتابة هذه أشهاتان مالك النفط ويكا إلى أشهد حديث أبي هريرة أصنع والله معنو سيداكو إيماني حديث كأصد اللفظ عن شيئي مسلم أصول صار من حديث أبي هريرة وعن قصة علي القرنيسان الله أكون أفر بقولي إيشان كبيرية مقام كهذا ومقام بيان نبقى حعضين إياه قضية دانوع العلم إيو لما كلا قادك روثاني مشرقة إيا كتابي لغما كلا قادك لما كلا قينك رسول قليد إسلامك وحان ربائنا دفانتان وحان قد الحور الدونة نمن حنف اللي جادو ربضان أو يدي ننك مشرقة وثاني انت وحوكو إسلام إيو ونقون ميسو كتابي نصراني يهودي إسلامي ونقون ميسو أو قيبيي وحان ربي قيبني الرسول كي قيبني وبدع الله يميت ayaga san marka rabnaa inaad faantaan waxaan hawsha ugu celinay maqamku marka waa maqam bayaan oo nabigu wuxuu cadeynaya dadka iyo aadamuhu ama han noqdeen ahlul kitaab ama mushrikiin wathani han noqdeen diinta wadada ay ku soo galayaa qaabku waa cadeey in la kala qado marka kitaabi iyo wathani la kala qado waa bidco ninkii hawsha inkirana waxad gudub la yimid xadiidkii macaal majabal ba kamid markuu nabigu u diray fi aakhir umrihi yaman sanadka tobnaad hijrada أسقى كهلا وحنا محمد باقي الدري وحنا يجري إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأنت النبي محمد أوجيري كفار قريش كفار العرب وثنية العرب مشركي العرب طريق الإسلام كسو قل يجري ينبغون أفري إن كسو قلان يهودي النصارى أهل الكتاب إذن يمن وحاج شوقي يهود نواج شوقتي أضو بلان نصار نواج شوقي نبقى وشر حي معاد قاب كأيضا هضي توحيد كشهاتين كلي مادان صلاة دوشيك كدب زكاة دوشيك سداس وكي نبقى والله دردار حدوك وحكو جراب صحيحة مبقنا إسان من حديث ابن عباس قضية دامرك تفريق إن لك لقاضو آدمها سوقري دا إسلام سوقري إن لك لقاضو وكفار تأسلين تبينوك الله إنها دولك جراب ninka murtadka asagoo inuu gaari doono tafsiir gooni ah ku jira dadka ku aan wali islaamka soo galin ee raba islaamka inay soo galaan waxaan ka rabnaa shaatin kana la yimaadaan ala wajl al-iqrar wixii doonahan noqdaan waaga hore diin ahaan wixii doonaa aadi hawsha leegi maayo waxa kamida adilada baabka xadiidka mas'uud wuxuu nin yahuudi ah baa nabi maan u yimid markaas uu ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasuulullah markaas uu dhintay ثم قال صلى الله عليه وسلم لو أخاكم نيهودا نبقى ويميت وحو نبقى الله حنقر يا لا إله إلا الله أظن رسول إله باتها وحير كدب أنك تي الله قتم دون نفب حي نبقى صحابه يقول لو أخاكم ولكن حركي سلو وريقة إذن كنت تولي مايرا كنت كذا حبالة يهود كلاسو وريقة محقو إسلامي شهاتين كي بس وأنت كفار قريش يكون إسلامي جرت حديثك أحمد باصوصار ابن أبي شيبة الطبراني بيهقي في الدلائل وأنا حديث حسنة وحاكم ذا حديثك أبي الصخر العقيلي نبي عليه الصلاة والسلام مالي مال ما كم ذا أي مني يهودي أو تورد أو كلافوران طيب آخرين هاي نبي وحري يا يهودي أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى وأنشدك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل فعظم عليه هل تجدني وصفتي ومخرجي وعفو ومخرجي في كتابك فقال برأسي أي نعم حوري أي لا ما يقول نبقى وحكو اليهودي الله تورد كسود جي موسى كوداري إرهب إسرائيل بضع يوبي أكلا جي حمرك وشو اللغو دفتاي نبقى مرك وكوأتك دارتي بكوأتك هل تجدني وصفتي ومخرجي في كتابك مهليسا أنيقا صبحيدا إذا تلمانتا إذا إيا أنيقا محمد كتاب كانت وريد أخرين سمكو أرق طيب مكو طالع مدو حوكي لما يكو ما أرق مدو حوكي الكلي ويلو دلي ويرو لتشوكي
ومركا ورفاذها أيوة نفط هيسا وحويلي والذي أنزل التوراة على موسى إنه ليجد صفتك وبعثك ومخرجك في كتابه محور إلهي بان كل دارتاي نبي موسى طورد كسود دجيه آبه بين بقوش يقولي تلمان تاذا إيو حلقة صوب حيسو إيو حلقة الغصو صاري يميشات قصو بحي مقالة التوراة بكتا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يقول لك يرى أنا أنقر يا رسول كذا إن تاي حق أحد لو عبد الله كلي قوية نبغى يقول أقيموا اليهودية عن أخيكم أنت كلي أقيموا اليهودية عن أخيكم ككعية يهود ولا الكي وركر وريقة لها كلا وريقة ولا كلا بحايا نقوى مسلم أبيه يتلكنا وقالوا نبي محمد باني قعنت أقول لك مايري كفني كونت كذي عليه الصلاة والسلام مهمد مركو حاوي يهود سيد دين تكسو قليان وأهل كتابة أيام مشركين تهال وضو النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسنا سيد الراجع حديث صحيح حديث كأنس في صحيح البخاري باكمدة يهودي نبي قوي يمت أيدي وحنقر يا إن رسولك إلهي تاه كدم رأين تاه نبغون أورنجي صلوا على صاحبكم كنت كذا صاحبكم كنت كذا حديث قصونا وحصو صار أحمد النسائي في الكبرى حاكم إمام أحمد نوي حجي استحديث قصقا في مسائل المهنة أيوكو حجي استي حديث كأنا سيكالي كدوانا مت كان في صحيح البخاري باكمدة أدونك رايقو شقين جري نبغ عفوا أدويلك يهودك نبغ عاون جري وأديك جري مر وحنون صدي نبيك أبوه صلى سلامي مركز نبي وحيل وراد دوام وانكو أركاي تي الله كهسي ما إسلامتي وإسلام نأبي بفيري ما إسلاما سو كيدا قادنا يعيش وقاب باقي ونحن سنقول أبي بحيل أجي حقسته والله سعداي إسلام بو إشارة ويلك با إسلام وحنا أطيع أبو القاسم وحنا ويليه أبو القاسم أطيع أصي قال كه يا أبي ما إسلامي ويلك يراي نف بحي وحلي أبو القاسم أطيع إلى بهداية ضحية. مركو إسلامي بين نفط قدر ارتوي الكيرا. الحمد لله الذي أنقذه من النار بالنبي يقول. مركو إسلام شاتين كن ولا يمتكليه. هذاك في صحيح البخاري بقي ما دعوة قرن إسلام بين لطاي. أحمد نواورية. إذا النبي محمد كل الله صوتري إنه أمضى أكل عدي باطل كي حقه. أشرح وضد إسلام كوسو قليان. نارك كجبت باديان. ما كلا قادين أذاها ما كلا إيوه. قال هذا وضدي كسو قيل لها إسلام كما قال قاد اسكمت بوكار دقي وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم من إله بايري قد يضع مركة وحنكفها أني إن لك على قاد التفصيل بين الكتابي والوثني في طريق الدخول في الإسلام إن يتاي بدعة في الدين بدعة في الدين وضدي إسلام كما قسو قيل إن لك لدوب كتابك يا مشرك وثنيك أول يا ذمت كان ساسا لجربا كان ساسا لجربا ويكل الدوين وتفريق ما أنزل الله به من سلطان وأنا بدعي لي مادين حنفي وحي كل سنة وإنه قال دونا قلبت هذا الكون تاسوكي أجيهاي ففاينتا مسألة ذا يوحي كدم أن فدك ككوحي كن قندنا إن شاء الله تعالى وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.